قال صندوق النقد الدولي إن توقعاته تفترض استمرار التصعيد في غزة بكثافة عالية خلال الربع الأول من العام الجاري. أضاف الصندوق أن التقديرات تشير إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى حوالي سالب 6% في 2023، في انخفاض بتسع نقاط مئوية عن التوقعات الخاصة بالمنطقة الصادرة في أكتوبر الماضي. وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور إلى أنه يتوقع أن يستمر الاقتصاد في الانكماش خلال العام الجاري إذا لم يكن هناك وقف تام وسريع للقتال وإعادة الإعمار في القطاع. إطلاق النار فورا، وعلى كل من يعترض على ذلك أن يساءل ضميره ويراجع إنسانيته. إن ما يحدث في غزة من فضائع ترفضه الفطرة الإنسانية السليمة. إن عدم وقف إطلاق النار يعني الرضا، يعني الرضا على 250 شخص سيتم قتلهم كل يوم، 100 طفل سيتم قتلهم كل يوم، 10 أطفال سيتم بطر أطرافهم كل يوم من دون مواد تخدير. إن 170 طفل سيولدون كل يوم في غزة على قارعة الطريق وعلى أبواب المستشفيات لإنعدام الخدمات الصحية. إن 90% من سكان غزة سيبيتون في العراء ولا يجدون ما يشبع جوعهم. إن 10,000 شخص مصاب بسرطان يموتون كل لحظة نتيجة غياب العلاج الكيميائي. إنها كارثة، إنها كارثة إنسانية تقع أمام أعيننا، وجريمة إبادة مكتملة الأركان. لا يوجد أي شيء يمكن أن يبرر هذه الهمجية في حق الشعب الفلسطيني. سيد الرئيس، لقد نطق لسان العدالة بحكمه، وعلى كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية.